هذا الفتاة هذه أشوفها سامية موالفي، قصتها قصة. هذه سامية موالفي قصتها قصة، قصتها قصة يعني. نشوف وناس ما بسكو هذو ما وزارة اللي ما يخرجوا ما يتحركوا ما دوري يتكلموا غير باش يزبلوها الحشم اللي يسمع. هذا صارت له هي، هاي زبلتها هاي دوك ولينا نسمعوا بها. راحت الدشن تواباك تعز بالحشم اللي يسمع، حشم اللي يسمع هاو شرح الدشن. ويلا قلنا ما انا جايبينها فيها، راح ما كان سمع بها كان باقي الوزارة كاملة. لانه دوكا غير اللي جيت شهرين في تصباتك، واحد 48 ساعة في تصباتك، وكان الوجوه القديمة. هذه سامية موالفي هذه قلنا قصتها قصة، هذه من الفاتشات الشياتات الكبار تاع العصابة، واللي عندها خيط صحيح عند المزورين. هذه منتخبة في الأمان من أي ولاية؟ من الولاية اللي ترمز إلى المقاطعة، اللي شعبها يقاطع العصابة. ولكن كما قلنا ديما تصيب الميكروب، الجرثوم تصيبه، وهذه من جراثيم مدينة جاية البطلة، يعني جاية مدينة بطلة، ولاية كاملة كاش تمسخر معاهم. كي يقول لك نقاطعوا نقاطعوا الانتخابات الرئاسيه، يقول لك ورقه ما تحتش في الصندوق، ورقه ما تحتش في الصندوق. كي جاي كي تيزي وزو، ولا ورقه ولا مركز تفتح، حتى للموظفين ما قدروش، الوالي وشاف داره ولا واحد راح يفوتي، يعني صيرو خلص. في الانتخابات التشريعيه اللي شاركت فيها الساميه، معروف شحال نسبة المشاركة في بجاية، ما لحقتش 1%، ما لحقتش 1%. دروك نعطيكم التفاصيل، قبل نعطيكم التفاصيل نعطيكم السيفي ديالها وكيفاش هي حاشمة بالانتخابات تاع 2017 وما تذكرهمش. 2017 و 2021 وما تذكرهمش. شوفوا هاو السيفي تاع السامية موالفي. السيرة ذاتية تحوش حطها فيها، حطها فيها دكتوراه في القانون في فيفريه 2017، دبلوم دراسة المعمقة في الدبلوماسية 2008، ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية 2004، شهادة الكفاءة المهنية المحاماة 96 900 ألف، شهادة ليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية 94 900 ألف، بكالوريا علوم طبيعية والحياة جوان عام 90. هذا دابور نشوفوا باللي في الفترة 2017 2008 و2004 كانت تقرأ تحضر في العروة، لكن في نفس الوقت تضرب في شهرية تاع ديبوتي، تضرب شهرية تاع ديبوتي تاع 3 مليون. هذا يدل على انها ما كانش تروح تحضر، يدل على ان ما كانش راح تحضر. لكن ما تكون تحضر في ماجستير تحضر في دكتوراه، هذا يطلب منك وقت كبير كبير. صافي معنا بالنا هذه النوعيه كاش يجيبوا الدبلومات. كيما عمار سعيداني جاب الدبلوم ديالو في المكتب تاع مدير معهد العلوم السياسيه، جابوا في المكتب راه عنده عطاو الدبلوم وجا خارج. هذه كيف كيف، هذه من هذه النوعية خاصة، هذه عندها علاقة صحيحة مع المخابرات، علاقة صحيحة مع المزورين والكذابين، وهي من النوعية تاعها. نكملوا السيفي ديالها هذا سيدي باش تكونوا تعرفوا كيفاش تخير واش تحب تحط. المسار المهني، محامية معتمدة أمام المحكمة العليا ولدى مجلس الدولة. كاش واحد سمع بها نهار محامية هذيك، ما نسمعو جبيدة السيول ونسمعو سمعنا نبيل اسماعيل
وغيرهم من المحاميات والمحامين اللي يسمعوا لهم. هذه محاميه تاع العصابه، وحتى العصابه ما ياخذوهاش كمحاميه لهم، وما خدمتش كمحاميه بس كانت دائما في البرلمان. دونك شوفوا من نقطه شويه في البرلمان، دونك نشوف ناشطه في ميدان حقوق الانسان. الوغ لا الوغ لا، هذه ناشطه في ميدان حقوق الانسان ما تحشمش. فوق من 400 قريب 1000 اللي دخلوا من اللي دخلوا خرجوا، ما تقل راي ما سمعنا صوتها. هذه واش من وين تناضل في حقوق الانسان؟ وين مع هذاك الزهاري هذاك الشيء تاع مجلس حقوق الانسان تاع الدوله بلش معاه. المهم عمرنا ما سمعنا بها. لا بروف البارح وين سمعنا بها؟ كي سمعنا بها انا تكلمت على اللي كانت قبل منها وزيرة شؤون وزيرة البيئة، اللي حتى كانت تاع زباب تاع حتى هي اللي راح تدشن، لانه حنا دليل ابو جمعه كنا حاسب دليل ابو موقع له متى حد دليل ابو جمعه ما كانش اللي يسمع بها. هذه ساميه موافي البارح ولا نسمعوا بها انا قداش سمعنا بها في حقوق الانسان. وباش انا بها لانه لما تكلمت عليها بعثوا لي اخوان قال لي لا راه ساميه موافي هي الوزيره. حوست كشفنا البازقه، كشفت البازقه ديالها هذه. ايوا ان كم ماسك لو ماسك حقوق الانسان تكذب تكذب. رفعت صوتها حلت فمها برك على الناس اللي راهم في الحباس، على ان هي من بجايه معقل الثوار سمعت والتمازيغ تكلمتش. نهار اللي دخلوا الناس اللي حاملين الراي الامازيغي للحبس تكلمت، سمعناش صوتها. كانت في البرلمان سمعناهاش نهار تكلمت على انتهاكات حقوق الانسان ابدا. نشيط طويل هكذا لا نقولوا، ما كان له نقولوا بالنشيط الفهم يفهم. دونك هذا تحسبوا مسار مهني نشط في حقوق الانسان، ما يدخل في مسار مهني النشاط في حقوق الانسان ما يدخل في مسار مهني مالي. قالك خبيره دوليه في القانون الانساني، واو خبيره دوليه في القانون الانساني، يعني هذه راهي اما في مجلس حقوق الانسان للامم المتحده أو في المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. صوفينا راحت هذا المجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة مع وفد العصابة يدوها معهم الآخر الجناب وحطوها. لا تقولنا وين وش من منظمة دولية حقوقية خدمت معها وين؟ هذه تاع حقوق الإنسان هذه، شوفوا هذه شامبيون تاع الكذب، هذه شامبيون تاع الكذب سي نورمال. ما تعرف هذا الشامبيون تاع الكذب دونك ما نقول لكم. خبيرة دولية في القانون الإنساني قلناها الآخر، مكونة المكونين في مجال حقوق المرأة حقوق الطفل ومجال حقوق الإنسان العامة. هذه قالك تكون المكونين في مجال حقوق الإنسان، والله غير ماذا بنا تقول لنا ولا تنشر في الموقع تاعها ولا في باش فيسبوك نحبط. ولكن اللي يعرفها يقول لنا برحمه الوالدين والله نقولها غدوه ندير لها فيديو نقولها وحقك بزوج يدين. وين هذه كونت المكونين لحقوق الانسان؟ هذه تكون الناس اللي باش يكونوا ناس لحقوق الانسان. با 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 هذه شوف الكذب معاها واللي يفضحها ينال حسنة. انك لما تفضح واحد كذاب واحد سفيه واحد سفيهة كما هذه ينال حسنة، انك ما يلزمش تسكت على السفيه، تسكتش على السفيه. فوالا نرجعو نكملو مع السي في تاعها. ايوا ناشطة
جمعوية في مختلف الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان الديمقراطية للحركة الجمعوية. عمي نشيطة جمعوية، أنا وش الجمعية خدمت فيها؟ دافعت على حقوق الإنسان، تكون على من دافعت وين ناضلت. هذه الشياتة تاع المخابرات، هذه شياتة كبيرة تاع المخابرات، هذه زفافة يقولون، هذه زفافة، هذه تزف الناس باش طلعوها المخابرات وديما يطبعوها القدام وعندها أحبار خشينة ليه. ماهيش تعريف باش تجي تنشط في حقوق الإنسان، لا تدخل جمعية حقوق الإنسان باش تخدم زفافة، هذا ما كان. نزيد ونشوف المناصب السابقة، نائبة سابقة، نائب سابق في المجلس الشعبي الوطني 2002-2007، ذات في البرلمان 2002 وفي بجاية، وبجاية في 2002 مقاطعين، ديما مقاطعين 2002-2007، احسب لها. دونك هذه من وجوه النظام السابق، وهذه نورمالمون ما عندهاش الحق ترشح، لانه في الانتخابات اللي فاتت يقول لك اللي كانوا في العهد اللي من قبل ما عندهمش الحق يترشح. استغل احنا يا هذا نجيب، هي تجيب روحها بروحها. عضو اللجنه القانونيه في المجلس الشعبي الوطني 2002-2007، نائب رئيس الكتله البرلمانيه مكلفة بالعلاقات الخارجية حزب التحرير الوطني 2002-2005، وتحبس. ما تقولش باللي نائبة في المجلس هذا اللي انتخب في 2017 قبل ما تطلع وزيرة طلعوها نائبة. نعم حبوا البيان، اروع شوفوا البيان، اوريك البيان. بجاية فاس على الابستنسيون، لو اف ال ان سو فري ان شومان، امام المقاطعه لف ال ان دار طريق. الوغ يقول لك لابستنسيون ماسيف، هذا معروف، كي ماركي لي زيليكسيون ليجيستاتيف بجاية، ا بروفيتي غراندمون اف ال ان كي غافلي 8 سياج سور لي 9 كي شوا لا ولايه. لو 9ييم سياج رفني ان كانديدات دون ليست انديبوندونت سور لاكيل فيغور اوسي دي ميتون دو اف ال ان. دونك من ضمن 9 مناصب 8 دها لفلا، شحال صوتوا عليه. يقول لك لو بارتي سو روبلاس انسي ايزيمون سور ليشكي بوليتيك لوكال اي على فافور دابسونس دو اف اف اس اي دو ار سي دي كي اون بويكوتي لو سكروتان، مي اوسي على فافور داتموسفير جينيرال كي ا موبيليزي ليكراسون ماجوريتي دو لابوبولاسيون اكيز بور لابسونسيون. Comparé au résultat législatif du 4 mai 2017, le FLN fait mieux que de garder ses 2 sièges. Il prend aussi les 4 sièges du FFS et du RCD. Madame Zalma Bach Asm Samia Mouafi. D'accord? Samia Mouafi, Esma, Iban, Fil, Tichabet. Non, je suis collègue. Parmi les 8 nouveaux députés figure Makhloufi Samira, actuel membre de l'exécutif de l'APV et ex-membre actif du comité de campagne électorale du candidat Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya. Où est-ce que je fais le besga? اه منبر اكتيف في لا كومباني الكترال تاع تبون ياك. ايوا شتو كيفاش هاي كلب نشفت الباز قاعدة. الور لو تو دو بارتيسيباسيون de 0,72% كومونيكي بار لاني À 14h, le jour du vote a été revu légèrement à la hausse pour atteindre 0,79% à 17h au moment où le dernier centre de vote dans la ville de Bjaïa était fermé vers 14h. Il y a une nisbet el-moucharaka
اللي اعطتها لجنة مراقبة الانتخابات في بجاية على الساعة الزوج هي 0.72. قل لك على 5 زادوا طلعوها شوية، طلعوها 0.79 على 5، بينما آخر مكتب تغلق على الزوج. Au moment où le dernier centre de vote dans la ville de Béjaïa était fermé vers 14h. Sphère face à Tsarsoubli. Alors donc, je vous qui fâche Tsarsoubli. Keynes Tarashou, qui m'a dit à Samia, Mshiyati, Mel-Islam. ولكن الأزلام درجات، ترشحوا خرجوا صحراء، احتجوا وكشفوا البازقة هما تاني واش يقولوا. قال كاد الناس، قال كاد الناس احتجوا لأن يقولوا باللي في مكتب واحد لي ريزولتا دي فوت دون لو بيرو دو تالا حمزة sont inconcevables et inadmissibles, étant donné qu'ils ont donné plus de 3117 voix de l'origine d'environ 4000 inscrits dans la liste, soit l'équivalent de plus de 70% de l'ensemble des voix exprimées au niveau de la wilaya. Alek Merga, nous, had l'mektab da tala hasa, من 4000 المسجل حطوا بلي 3117 صوتوا، هذا مستحيل يصوتوا 3000 يعني 70%، وهذه هي النسبة يعني تاع جاية. وانكور يزيدك يقول لك سي فوا اونت ايتي اكسبريمي دون ان لابس دو طون ريدوي et que les candidats n'ont pas été informés de l'ouverture de ce centre afin qu'ils puissent y désigner des représentants. هاد المرشح اللي يقول لك باللي مكتب تحل تمتم بلا ما خبروا المرشحين الاخرين باش يعينوا ممثلين تاعهم، تحل تمتم وتغلق تمتم وتفوتاو 3700 واحد، يعني زوير عيناني وتبو. قال لك يصيبوا الصنادق معمره مبوريه. في هذه الظروف تم انتخاب السيدة سامية موالفي، وغير طلعت زادوا داروها وزيرة، عينوها وزيرة في حكومة السفير الأول أيمن بن عبد الرحمن. شفتوا كيفاش دولة؟ وكي طلعت وزيرة واش دارت؟ راحت دشنت ثلاث حاويات تاع الزبالة، وبالتالي اسمها وزيرة الزبالة، يعني وزيرة الزبل حشم اسمها. هذه هي عاشفوا فتاني وزيرة الزبالة، هذه هي وزيرة الزبالة. شفتوا سبحان الله، يعني كيفاش ما صابتش واش دير، راح دشن زبالة. شوف حط دماغها، دخل دماغها في الزبالة، دخل دماغها في الزبالة. ما استغل فوالا. على كل حال دليل ابو جمعة اللي احنا قلنا راهي وزيرة الزبالة ثاني ماهيش بعيد عليها، هما من طينة واحدة، من ينتميو لمدرسة واحدة، هي مدرسة الزلام العراية. هادو الزلام العراية، لأنه مازال ما وصلوش لمستوى العراية، شوفوا لي فوايو لازم يكونوا أزلام خدامين حزام عند العراية، يعني أرخص من العراية، أرخص من العراية. شفتوا شكون راهي مشي في الجزائر اليوم يا ناس؟ شفتوا شكون يمشي في الجزائر؟ فوالا وجوه الزبل حشم يسمع. بلها دارت انجاز كبير كبير كي راحت تدشن هذوك الزباله هذيك
سمعت؟ وكانوا لهم يعني البدن لي باغ تاع لا بوبير تاع فرنسا مثلا، مالا واش يديروا، يجيبوا السبو، قولي شرشبون يدشن، شرشبون يجي يدشن. ها نوريكم نوعية تاع لي باغ تاع الزبالة في 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 فرنسا، باش هكذاك يجي شرشبون يدشن. شرشبون ما دشن والو إلى حد الآن، ما صابش باش يدشن. ها نعطولهم يو الزبالة تاع فرنسا كيفاش دايرين باش يروحوا هما ثاني يزيدوا أي دشنو. لا ألو ها معنا درك نصيبوهم نديهم. سمحوا لنا لحظة وحدة باش ما جاتنيش في البال باش ناخذ. ألو نصيبو لهم لا. أيوا أسرع. شوفوا 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 شابين شابين، خير من تاع اللي دشنتهم سامية موالفي هذه. هادو يجيبوا لهم تبون يدشنهم، كان يجيبوهم يجيبوا تبون يدشن. هادو يجيبوا لهم تبون يدشنهم هاد البوبالات هذه، وجوه لا بوبال كلهم. شتو ربي كيكشفهم وجوه لا بوبال هادو، حاشا من يسمع. ربي يقدر الخير بلادنا، ربي بعد عليها بلاد الحرام، ربي بعد عليها الزلام العرايا تاني. لين الزلام العرايا راهو من بعد يوليو عرايا، يوليو بير كو العرايا. كيما العرايا كانوا الزلام تاع لا مافيا، ولاو بير كو الاخر، تعداو كلش. اي ربي يعجل براحي العصابه وازلامها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وصحه.